على مدى قرن من الزمن تحديات كثيرة مرت على مسرح الأحلام، كوابيس تلاشى تأثيرها وحروب انتهت آثارها. الأولد ترافولد لا يزال شامخا في مانشستر بإنجلترا رغم تدميره بسبب أحداث الحرب العالمية الثانية، وفريقه يتألق كالعادة متجاوزا كابوس فقدان أفضل لاعبيه في حادثة تحطم الطائرة عام 58. كانت بداية الحلم لدى جون هنري ديفيز رئيس النادي عام 1909 حينما قرر بناء هذا الملعب، واقترض من البنك مبلغ 60,000 لشراء الأرض وبناء المدرجات لتتسع ل80,000 متفرج، وصمم الملعب المهندس الاسكتلندي أرتشيبالد ليتش ليفتتح في 19 فبراير عام 1910 بمانشيتات صحفية تقول: هذا الملعب لشرف عظيم. تتجمع الأحلام على مدى 100 سنة، طور النادي خلالها ليستوعب 76,000 متفرج بأربعة مدرجات، كل جهة تحتوي على طابقين باستثناء الجهة الجنوبية تحتوي على طابق واحد، والجهة الغربية هي الأكثر شهرة والتي تحتوي على لوحة لحادثة ميونخ الجوية عندما تحطمت الطائرة وقتل أفضل لاعبي مسرح الأحلام. عام 2010 افتتح متحف تعرض فيه أحلام النادي وأهم الأحداث وأبرز اللاعبين، ويضم النادي متجرا لبيع الملابس الرياضية والتذكارات. وهناك أساطير أرتنا الحلم واقعا في مسرح الأحلام كالثلاثي الذهبي بوبي تشارلتون ودينيس لو وجورج بيست. في المستقبل القريب سيصبح الأولد ترافولد أكبر ملعب بعدد متفرجين يصل إلى 96,000 متفرج ليوقظ ملعب الويمبلي ويقول له: استيقظ فقد كنت تحلم. مالك أسد، BBC أكاديمي، مانشستر.